الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إنه إنسان يسعى للفقراء والمحتاجين، ويكلم أهل الخير والتجار، ويحضر لهم الصدقات والزكوات. يقول: والآن أنا علي ديون، فهل يجوز لي أن آخذ من هذه الأموال وأسدد من ديوني؟ يقول: علما أنني لم أفعل ذلك من قبل، والديون قد تراكمت علي. الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من هذه الأموال المدفوعة للفقراء والمساكين لشيء في أمرك أو خاصة نفسك إلا بعد أن تستأذن من دفعها. فإذا استأذنت من دفعها بأنك ستأخذ مبلغا وقيمته أو مقداره كذا وكذا لتسدد به دينا عليك، فإذا وافق من دفع بالأصالة فإنه حينئذ يجوز لك أن تأخذ. وأما أن ترخص أو تسوغ لنفسك أن تأخذ شيئا من هذه الأموال لسداد الديون الخاصة بك فإن هذا أمر لا يجوز، وما ذلك إلا لسد ذريعة استسهالك في أخذ شيء من هذه الأموال الخاصة بالفقراء في أمورك الخاصة، فهذا يفتح عليك بابا عظيما من أبواب الشيطان، لأنه ليس ثمة من يحاسبك على هذه الأموال، فلا بد أن تسد على شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء هذا الباب سدا محكما، وهي أن تحرم على نفسك أخذ شيء قل أو كثر من هذه الأموال وتصرفه مباشرة بعد استلامك له إلى الفقراء والمحتاجين، ولا تبقيه عندك زمنا طويلا، لأن عادة الإنسان إذا بقيت عنده هذه الأموال الزمن الطويل تصرف فيها فيما يخصه هو حتى ولو خطأ أو بسبب اختلاطها مع أمواله الخاصة. فلا تأخذ منها شيئا لنفسك إلا بعد استئذان أصحابها، ولا تبقي زمانها عندك، بل بادر بإخراجها سدا لذريعة اختلاطها بمالك أو استسهال صرفها على أنك ستسددها فيما بعد، ولأن حاجة الفقراء شديدة لاستعجال وصولها إليهم. فإن كنت تطيع نصيحة أخيك الذي يرجو لك الخير فلا تأخذ شيئا لنفسك ولا لخاصة نفسك إلا باستئذان، ولا تسوغ لنفسك أن تبقي هذا المال زمنا طويلا، لأن هذا وراءه ما وراءه من الآثار التي تعود عليك بالضرر، فبادر بإخراجها ولا تختص منها بشيء لك إلا إذا استأذنت أصحابه، حينئذ تخرج من المحظور، والله أعلم.